دارت عقارات الدولة زادت إيراداتها العام سنة 2021، حققنا إيراد بنسبة 110 مليار، أي تجاوزنا على الأعوام السابقة بنسبة 44% على الأعوام السابقة. إضافة إلى أنه سنة 2022 سوينا خطة جديدة لزيادة الإيرادات، حاليا منتصف السنة وصلنا ما يقارب إن شاء الله 100 مليار. عند استلام الإدارة فعلنا عدة إنجازات اللي تقلل من روتين، اللي من ضمنها تفعيل الخط الساخن وقت أوقات الدوام الرسمي، واللي نستقبل به كافة الشكاوى وحالات الابتزاز أو الفساد إن وجدت. إضافة إلى ذلك فعلنا نظام كارت المراجعة، أنه كل مواطن يراجع إلى الدائرة يستلم كارت المراجعة تحدد به موعد المراجعة.